باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد يلي هو بيجمعنا، يلي هو افتدينا، يلي هو خلقنا، يلي هو افتدينا، يلي هو خلصنا، يلي هو حررنا، يلي هو أعطانا الحياة الأبدية، يلي هو بيعطينا اليوم ملء الحياة بشخصه المبارك. اليوم بنعمة الرب بدي أول شيء حييكم، حيي إخوتنا يلي عم يحضرونا من خلال محطة الست سفن، وبدي حيي الكنائس الأخرى اللي معنا المشتركين معنا اليوم وعم يحضرونا لايف، كنيستنا بالسبتية بالنبعة بعين سحلتة، فأهلا وسهلا فيكم جميعا عم يحضرونا من خلال الست سفن. والهدف اليوم بنعمة الرب أنه نطلق رؤية كنيستنا لعام 2019 يلي هي شعارنا كمان لهالسنة وعنوان عظة اليوم. فعنوان عظة اليوم هو عيش جريء، وبالفصحى عش جريئا، يعني عيش جريء، عيش جريء. فشو رأيك هلأ تلتفت للشخص اللي حد منك وتقول له عيش جريء؟ وإذا أنت ببيتك وقاعد مع أخوتك مع قريبينك أصحابك، طلع بالشخص اللي معك وقل له عيش جريء، عيش عيش جريء. وفي وراء بين ايديكم لحتى تتابعوا معي في العظة، وموضوع اليوم عيش جريء، وراح استند الى الكتاب المقدس لحتى اشرح موضوع الجرأة والشجاعة من نظرة كتابية. وبعدين في عندي 5 اسئلة بدي اسالهم وجاوب عنهم وبنختم بالصلاة مع بعضنا البعض. فعارفين حالنا اليوم وين رايحين. عيش جريء. قديش في أشخاص بيناتنا اليوم عايشين بشجاعة وبجرأة؟ وأنا بدي أنه كنيستنا كلها هيدي السنة تصير الجرأة ثقافتنا، حتى كل واحد منا يعيش جريء، يعيش شجاع وجريء. الشخص الجريء هو شخص شجاع، هو شخص مقدام، هو شخص جسور، شخص ما بيخاف، ما بيهاب، هو شخص لا يستخفه الفزع، هو شخص غير خائف، غير خائر، هو شخص مقدام، هو شخص صنديد، هو شخص متميز مثل ما كان ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ونرى الجرأة في كل ثنايا الكتاب المقدس، ولو عندي ساعات بفرجيكم بمقاطع متعددة الجرأة والشجاعة. والرب بيدعينا أنه نعيش حياة جريئة، تكون جريء في أنك تسلك وتعيش بعكس التيار الموجود في هذا العالم، تكون جريء أنك تواجه الظلم، تكون جريء أنك تواجه الظالم، تكون جريء أنك تشهد ليسوع المسيح، تكون جريء في مواجهة التحديات والصعوبات والأزمات والظروف الصعبة اللي بنمرق فيها، تكون جريء، كن شجاع. ففي حديث كثير عن الشجاعة، الشجاعة في إعلان الحق، الشجاعة في عدم مسايرة الشر والأشرار. فهل أنت جريء في هذا الصباح؟ فصلاتي إنه اليوم نأخذ قرار كلنا، أنت وأنا، أنت وأنا، إن نعيش حياة فيها الشجاعة والجراءة يلي بيطلبها الرب منا. ومثل ما الله خلق الإنسان وشرحت لكم الأسبوع الماضي، خلق الإنسان للنجاح، يعني حطه على سكة النجاح. الله خلقك أيها الإنسان حتى تكون جريء وشجاع وتهتم في هذا الكون. والكتاب المقدس بيعلم بأماكن عديدة حول الشجاعة. والله ما بده الإنسان يكون خائف وخائر. ومنشوف مثل ما شفنا الأسبوع الماضي كيف هيدا العبد الشرير خاف فأخفى فضة سيده، وعم بيعلمنا الكتاب المقدس كيف نعيش بجرأة ونتاجر بالوزنات يلي معنا. فكلمة الله فيها الكثير لحتى تشجع المؤمن، لأنه الإنسان بيضعف وبيحتاج أنه يتشجع من كلمة الرب لحتى يستمر بالشجاعة والجرأة. ويلي بيتأمل بالمزامير وبالكتاب المقدس بيشوف كم من مرة الكلمات مثل ليتشدد وليتشجع تتكرر في الكتاب المقدس، خاصة للقادة، لخدام الرب، للأمناء، للكنيسة، لشعب الله، للمؤمنين به. فالله لا يريد أشخاص
يتمايلون ويترنحون كالسكارى. بيقول بالمزمور 107، اجر لقدام اجر لورا، اليوم خايف اليوم جبان اليوم قوي اليوم ضعيف. بدي اياك تكون ثابت في جرأتك وفي شجاعتك. فصلاتي انه كل واحد منا اليوم يدخل، اللي دخل من هالمكان يخرج من هالمكان ممتلئ من الشجاعة والجرأة. وفي عنا نماذج عديدة في الكتاب المقدس، مثلا إبراهيم يلي كان عنده الجرأة انه يترك بيته وعشيرته وبيت أبيه ويذهب إلى أرض الموعد. كان عنده هالجرأة أنه يترك يروح إلى مكان جديد غريب. كان شجاع، كان بطل. نتأمل بحياة موسى مثلا. موسى كان بطل وجريء وشجاع أن يخرج شعب الله من العبودية، هالمكان الخرب، هالمكان البعيد عن الله، إلى أرض الموعد يلي فيه الله حاضر بقوة. فكان شجاع بالبداية. منشوف أنه حياته ما كان فيها كتير شجاعة، كان خايف. مين أنا يا رب لحتى أخرج شعب الله؟ مين أنا؟ ما بعرف أحكي كلمتين. لكن الرب علم وشجعه. ولما صار عمره 120 سنة، يقول الكتاب المقدس بتثنية 31:6-8، والنص موجود قدامكم على الورقة، بيقول جمع الشعب. وهلأ موسى من بعد ما انتصر وتعلم كيف يخرج شعبه وكان شجاع وقوي، بيقول للشعب تشجعوا تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك. فأنت شجاع لأن الرب معك، لأنه سائر معك، إلا يهملك ولا يتركك. فدعا موسى يشوع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض العدد الثامن، والرب سائر أمامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. ولما نتأمل بالأنبياء منشوف كيف كان دور النبي أنه يشجع الأتقياء، يشجع اللي عم بيعيشوا حياة مقدسة. منشوف بإشعياء 43 كلام النبي، لا تخف، عم بيقول لشعب الله ولكل واحد منكم اليوم، لا تخف، لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، إذا اجتزت في المياه فأنا معك، والأنهار فلا تغمرك، وإذا مشيت في النار فلا تلذع، واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس، فديك مخلصك، فما تخاف، حتى إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. إذا سرت في شو؟ في وادي ظل الموت. عم بكتب كتاب وعم بتأمل بوادي ظل الموت، ما بيقول بوادي الموت، وادي ظل الموت، لأنه هيدا الموت صار ظل. السيف بتخاف منه، إنما ظل السيف ما بيخوف. الأسد بتخاف منه، إنما ظل الأسد ما بيخوف. وإذا في ظل الموت، لأنه في إشراقة قيامة الرب يسوع المسيح ونور المسيح يلي عم بيشع بحياتنا للحياة الأبدية. فلا تخف، لا تخف، كن شجاعا. إرمي النبي لما دعاه الرب الفصل الأول، شو قال له؟ العدد الثامن قال له لا تخف، لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب، لا تخف. وكمان لما الله دعا حسقيال في الفصل الثاني، ماذا قال له؟ نفس الكلام، إل أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة قد تمردت علي، أما أنت يا ابن آدم لا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف. يرجع بعيدة، من كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب، لا ترتعب، لأنه الله معك، ما تخاف، ما تخاف، تشجع، كون جريء. ولما منجي إلى العهد الجديد منشوف الرب يسوع المسيح قديش كان جريء وشجاع في الساحات، في المدن، في القرى، في الشوارع، في البيوت، في المجامع، في الهيكل، كان جريء في إعلان الحق. توبوا قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، توبوا وآمنوا بالخبر السار بالإنجيل، بخلاص الله، امتداد ملكوت الله على هذه الأرض. توبوا، دخل الهيكل وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى، أما أنتم فجعلتموه مغارة لصوص، قلب الموائد الصيارفة، طرد الباعة من الهيكل وصرخ وقال لهم هيدا البيت هو بيت للعبادة والصلاة. كان شجاع،
كان جريء وبيدعينا انه نحن نكون مثله، يكون عندنا الجرأة والشجاعة في اعلان ملكوته في هذه المسكونة على هذه الارض. وسفر العبرانيين، رسالة العبرانيين يلي فيه تركيز اكيد على الرب يسوع المسيح والتشبه بالقديسين والقديسات، وبشكل خاص لما بيجي ليحكي عن الرب يسوع المسيح بقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في مثل هذا الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، لحتى تضل عندكم الشجاعة. تأملوا حياة يسوع، عيشوا يسوع المسيح، بتعيشوا هالشجاعة وهذه الجرأة في هذه الدنيا. آمين. بعدين منتأمل كيف يسوع كان يتعامل مع تلاميذه، ومنشوف كيف كان يعلمهم يعيشوا بشجاعة وبجرأة لما كانوا بوسط البحار، البحر والأمواج تخبط السفينة. أتى ماشياً على المياه فكروه خيال، خافوا. فشو قال لهم الرب يسوع المسيح؟ لا تخافوا أنا هو، تشجعوا لا تخافوا. وهذا الصوت يسمع إلى اليوم في كل مكان لمؤمنين العهد الجديد، لا تخافوا تشجعوا، أنا هو قبل أن يكون إبراهيم، أنا هو، أنا كائن، أنا حاضر، أنا معكم. في العالم بيقول الرب يسوع المسيح سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا. والكلمة ثقوا يعني تشجعوا. ليه قولوا معي؟ لأني أنا غلبت العالم. هللويا. يوسف الرامي لما انصلب الرب يسوع المسيح بيقول الكتاب بمرقس 15:43 كان إنسان مشير شريف، وكان هو أيضا منتظر ملكوت الله، فبيستعمل الكتاب نفس العبارة الفتجاسرة، يعني كان جسور، كان عنده الجرأة، كان جريء. ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد المسيح، ولو ما جرأته ما كان حصل على شو؟ على جسد المسيح. فالجرأة أساسية في إعلان شهادتنا، وكل فرصة الله بحطها أمامنا إذا ما عندك الشجاعة بتخسرها، بتروح منك، بتضيع منك. فتعلم هيدي السنة تكون جريء وتشهد وتخبر عن عمله في حياتك. الرسول بولس، إذا منتأمل بحياته شو كان الرسول بولس؟ رجل جريء صح، شجاع. ومنشوفه كيف بأعمال 23 واقف أمام قادة اليهود الفريسيين الكتبة وعم يشهد ليسوع المسيح وما فرقني معه شيء. وبعدين بيسألهم سؤال عن القيامة وبيعلقوا بين بعضهم الصدوقيون والفريسيون. وبعدين بيجوا العسكر بياخدوا بولس لحتى ما ينأذى، لأنه كان عنده، بتعرفوا كان روماني. وبعدين اللي بيصير أنه كان يقول الكتاب العدد 11 من أعمال 23 وفي الليلة التالية وقف به الرب، واسمعوا الرب شو قال له. قال له تشجع يا بولس، ثق يا بولس، تشجع. طب لماذا؟ لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا، في روميا أيضا. فكانت دعوة الله لبولس للشجاعة ليشهد ليسوع المسيح. فالله بيدعينا للشجاعة لحتى نخبر عنه وما نستحي. ومنشوف الرسول بولس كل حياته كان عم بينادي ويخبر بيسوع المسيح وموته وقيامته، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. فتحديدا لما نتأمل بكل الكتاب المقدس منشوف أنه موضوع الشجاعة والجرأة موضوع أساسي لأنبياء الله، لخدام الله، لكنيسة يسوع المسيح. وسفر الرؤية بيمدح وبيشجع المؤمن يكون جريء في إعلان شهادته. وبيختم سفر الرؤية بالكلام انتبهوا الأما الخائفون، يعني ما عندهم جرأة الشهادة في السياق، وغير المؤمنين فعندهم نصيب الهلاك. فالإنسان مدعو أنه يعيش حياة جريئة، حياة فيها شجاعة.
فتحديدا هيدا السنة الرب بده من كنيسته إن تعيش شجاعة، كون جريء، عيش جريء تحديدا في إعلان يسوع المسيح للناس من حولك. فجيرانك، أصدقائك، أصحابك بدهم يتعرفوا على يسوع من خلال حياة فيها جرأة وشاهدة ليسوع المسيح. وهلأ في عندي 5 أسئلة بدي أسألهم وبدي جاوب عنهم واحدة وراء التاني. السؤال الأول، لماذا يجب أن أعيش جريء وأشارك إيماني؟ لماذا برأيكم؟ تفضلوا شو الجواب؟ لماذا؟ لماذا يجب أن أعيش جريء وأشارك إيماني؟ مين بيعرف؟ تماماً. لا، أمين. لأن الحقيقة يلي اختبرناها هي حقيقة لكل إنسان. يعني الدواء يلي شفانا من الخطية، الدواء يلي حررنا نحن يلي صرنا خليقة جديدة، هيدا الدواء هو علاج لكل إنسان إذا فتح قلبه وأعطى حياته للمسيح. ولأنه اكتشفنا هيدا الدواء يسوع المسيح، الحياة الأبدية بدنا نشاركها مع كل إنسان في هذه الأرض. من هيك نحن بدنا يكون عندنا الجرأة لنشهد ليسوع المسيح. أنا كيف كانت حياتي لو ما يسوع؟ كيف كانت عائلتي اليوم لو ما يسوع؟ كيف كان شبابي وعمري وقتي عم بصرفه لولا يسوع؟ فأنا اللي غيرني يسوع، وهيدا التغيير اللي صار بحياتي وببيتي ومع أولادي، التغيير اللي صار بدي أنه كل إنسان هنا على هذه الأرض أنه يختبره، يختبر السلام يلي بيختبره بوسط الضيقات، الفرح يلي بيختبره بوسط الحزن الموجود في هذا العالم، الحب يلي ملأ قلبي بدي الآخرين يختبروه. وما في أجمل من أنك تشارك ما صنع يسوع في حياتك مع الناس من حولك. من يومين وصل لي رسالة من شخص عنده مركز كتير حلو، الساعة 4 الصبح عم يصرخ عم بيقول لي بدي أعرف أكثر عن يسوع، أنا ضايع أنا ضايع. وكم من واحد اليوم عم يسمعنا بيشعر حاله ضايع، حياته ما فيها رجاء، مش عارف حاله وين رايح، ما في أمل لحياته. الجواب هو يسوع، ويحتاج هذا الشخص لك ولك إنك تجي وتخبره عن محبة الرب وخلاص الرب. لماذا يجب أن أعيش جريء وأشارك إيماني؟ لأنه المسيح كان جريء ومات من أجلي، صح؟ قول الكتاب قال إنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، بالجهد صح؟ بالجهد. قال ربما لأجل صالح يجسر، هيدي الكلمة اللي عم ندرسها اليوم، يجسر أحد أيضا أن يموت، لكن الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. هللويا. فالمسيح أعطى حياته لأجلك بكل جرأة. هل صعب علينا أن يكون عندنا الشجاعة نخبر عن اللي حبنا لهيد الدرجة أنه أعطى حياته لأجلنا؟ أبداً، نشهد بكل جرأة. السؤال الثاني، كيف أعيش جريء وأشارك إيماني؟ كيف؟ كيف؟ كيف أعيش جريء؟ هل بعيش جريء بمعنى بعيش متكبر على غيري؟ شايف حالي على الناس؟ هل هيك بعيش جريء؟ الرسول بولس عنده جواب من كلمة الله بالوحي المقدس بواحد كورنثوس 16-13-14. انتبهوا لكل كلمة، بيقول اسهروا. طيب كيف منسهر؟ اثبتوا في الإيمان، نثبت بالإيمان. طيب شو منعمل؟ كونوا رجالا، وكلمة كونوا رجالا يعني كونوا كون عندكم الجرأة. أجرئاء جمع جريء، وجريئات كنا جريئات، كونوا رجالا، عيش، كونوا شجعان، يعني كونوا أبطال في الإيمان، كونوا رجالا. وبعدين تقووا لتصر كل أموركم في محبة، يعني عيش الجرأة في المحبة، يعني عيش شجاع في المحبة، يعني لما تواجه الآخر وتحكي مع الآخر اخدمه، حبه، ضحي من أجله، اعطيه من ذاتك في المحبة. وانت وعم بتشاركه حبك وحب الله له، كن عندك الشجاعة تخبر عن سبب الرجاء الموجود في قلبك بكل لطف بكل محبة. يعني شارك يسوع المسيح بكل جرأة في المحبة، في المحبة. تعرفوا كلمة الجرأة ممكن تعني في الكتاب المقدس الوقاحة،
هيدا المعنى السلبي للكلمة. ما تكون وقح في مشاركة الإنجيل، كن محترم، احترم الآخر، احترم فكر الآخر، لكن شارك بكل شجاعة عما صنع يسوع لأجلك. لأجلك باثنين بطرس 2:10 يتكلم عن مجموعة من الناس، بقول عنهم جسرون، يعني عندهم الجرأة، عندهم الجرأة، جسرون يعني جرأة أو أجرئاء، معجبون بأنفسهم إلا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد. معناتها هودي عندهم جرأة سلبية لدرجة الوقاحة، يعني ما بيحترموا الكبير ولا الصغير، ما عندهم تقدير واحترام للآخر. فعم بقول مش هيك تكونوا، أرجوكم بدي شجعك تكون شجاع في المحبة، تكون لطيف وشجاع، لطيف وجريء. لطيف بلا جرأة ما حدا رح يسمع رسالة الخلاص، جريء من دون لطف ما حدا رح يقبل رسالتك، لكن يكون عندك الشجاعة في المحبة. السؤال الثالث، مع من أعيش جريء وأشارك إيماني؟ مكتوب عندكم السؤال، مع من أعيش جريء؟ مع من؟ مع من؟ تركزوا معي، مع من؟ مع كل الناس، مع كل الناس، مع من؟ مع كل الناس. وشوفوا الرسول بولس تحديدا كيف بيركز بجرأته على نوع معين من الناس. اسمعوا برومية 15:18-21 بقول إني لا أجسر، هيدي كلمتنا، لا أتجرأ أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل. يعني كل شيء أقوم به بجرأة هو يلي عمله يسوع بحياتي، ما في شيء مني، كل شيء عمله يسوع أنا بكل جسارة بنادي فيه، بقوة آيات وعجائب، بقوة روح الله، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى المكان يلي اليوم نسميه يوغوسلافيا وألبانيا قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. يعني أكملت التبشير، يعني وصلت الرسالة لكل المدن وصار في مؤمنين لحتى هن يتابعوا ينشر الإنجيل في القرى. ولكن كنت محترسا أن أبشر هكذا، اسمعوا منيح، ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس لآخر، بل كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به يخبروا به سيبصرون، والذين لم يسمعوا سيفهمون. يعني أنا بدي روح نادي بالإنجيل للأشخاص يلي بعد ما بيعرفوا المسيح، الشخص يلي هو كنسي وبكنيسة وبيصلي بكنيسة، شو بدي فيه هيدا؟ ما هيدا بيعرف المسيح، بدي فتش على هودي اللي ما بيعرفوا يسوع المسيح بعد وخبرهم عن يسوع المسيح بشكل خاص. الخطاط، الضالين، البعدين، الإنسان الظالم الفاسد، هودي الأشخاص البعيد، الزنات، الخطاط، الأشرار. إذا بتشوف اليوم الأحصائيات بالعالم شيء مخيف، كيف الإنسان عم يرتد بعيدا عن الله، ما بقى بدنا ربنا، بدنا ننجح من دونه، هودي كلهم خرافات، شو بدنا فيهم كلهم. وانغمس الإنسان بالخطية وبالشر وبالإدمان وبالزنا وبالقتل وبشهواته لدرجة أنه صار عايش بظلم مش قادر يتحرر منه. دعوتي أنا أني روح فتش على هودي البعيد، المتروكين، المهمولين، المهمشين، يلي غرقانين بخطاياهم، يلي الناس ما بدها اياهم وبتبعد عنهم، هودي بدنا ناخذهم ونشهد لهم ونخبرهم عن الرب يسوع المسيح. اليوم منقول انه بدنا ننتبه، ما بدنا نقتنص خروف من كنيسه اخرى او حدا يجي يقتنص خروف من كنيستنا، بس نحن دعوتنا شو؟ انه نروح على اللي كانوا خراف وهلا صاروا ذئاب، يلي هن في حظيره الشيطان، ونخلصهم بقوة دم الرب يسوع المسيح، ونعلن لإلهم الخبر السار، وننقذهم ونحررهم من ذواتهم. هؤلاء الأشخاص اللي بدنا نشوفهم بكنيستنا، هؤلاء الأشخاص اللي بدهم يحبوا هيدي الأماكن، الأماكن هيدي السنة اللي جاي علينا، وبدنا نبحث عنهم نحن، مش أنا لوحدي، كل واحد منا، ونفتش على هول بعيد ونقول له الرب بحبك. وإذا أنت اليوم بعيد وعم تسمع أن الرب بحبك، مات من أجلك، جاي لحتى يخلصك، عم بفتش عليك، هو الطبيب من أجلك أيها المريض، تماماً أنت، تحديداً أنت يلي بتحس حالك غير مؤهل، ما إلك عين تطلع بوجهه، إجا يتطلع بوجهك ويحبك ويموت من أجلك ويخلصك ويعطيك حياة أبدية. طيب ماذا أفعل؟ بدنا نعزمهم
يتعرفوا على يسوع، نخبرهم عنه، نشهد ليسوع المسيح. أمين؟ أمين؟ نشهد عنه، عم نقول أمين. وأكثر من هيك بدنا نعرفهم على عيلة يسوع، لأنه الإنسان ما بيقدر ينمى من دون عيلة. شايفين شي طفل بيولد وبينترك وبيعيش؟ بده أهل، بده مين يعتني فيه ويربيه. من هيك الكنيسة هي العائلة يلي أولاد الله ينتمون إليها. فأنا بدي أعرف الناس وخبر الناس عن يسوع، وبدي أعرفهم على عائلتي، وكل واحد منكم عائلتي، الفقير عائلتي، الغني عائلتي، اللبناني عائلتي، الغير لبناني عائلتي، من وين ما كنت، من أي خلفية، أنت يلي بتحب يسوع المسيح، أنت عائلتي، أنت بي، أنت أمي، أنت خي، أنت أختي. وإذا أنا ماشي أنا وصديقي في الشارع بتلاقى بخيي أو بي أو عمي، شو بقول له؟ شو بقول له لصديقي؟ هيدي أمي، بدي تعال أعرفك على أمي، تعال أعرفك على بي، صح؟ ونحن يلي منخبر الناس عن يسوع المسيح بدي يكون عنا الجرأة نعرفهم على مين؟ على عائلة يسوع، على عائلة يسوع. بأعمال الرسل 5 لما بدأت الكنيسة تنتشر، ليكوا ماذا يقول الكتاب؟ بقول أما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم. ما كان حدا عنده الجرأة يلتصق بالتلاميذ، كان عندهم خوف. إيه لا، نحن ما بدنا نكون هيك، كن عنا الجرأة. لكن كان الشعب يعظمهم، والعدد 14، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء. ونساء. أمين؟ بدنا نخبر عنه، بدنا نعزم الناس يتعرفوا على عائلته. وهيك المؤمن الجديد بينمى بجو من الإيمان، بكنيسة تحب الرب من كل القلب. السؤال الرابع، هل يمكن أن أعيش جريء؟ شو رأيكم؟ هل ممكن أن أعيش جريء؟ صعب أحياناً يمكن. نتأمل برجالات الله، بنشوف أنه البعض منهم كان عنده شكوك ومخاوف. تأمل بحياة توما يلي كان خائف، كان عنده شكوك، لكن هيدا الشك كان بناء. فما تخاف من شكوكك، بقول لك أنا اليوم، أنت لأنه عندك إيمان عندك شكوك. اللي عنده إيمان وبده الحقيقة وبده يكتشف ويعرف ربنا أكثر بيعبر بطريق من الشكوك، درب من الشكوك، الله يدخله في مدرسة الشكوك، هيدا الشك البناء، حتى من بعد هيدا الشك يصير عنده الشجاعة والقوة في الشهادة وإعلان يسوع المسيح. وكم من واحد منا بيشعر أيام بضعف وبشك، وبيشعر أنه بسبب تربية معينة أو ظروف الحياة بيشعر حاله لابس عليه عباية الخوف، الخوف، يا الله ما عندي الجرأة أحكي مثل الغير، بيشعر بهالتردد. لكن بدي خبرك اليوم أنه بقلب كل واحد منا في شيء اسمه سوبرمان، في سوبرمان. أمين؟ بقلب كل واحد منا في هيدا الرجل القوي. واليوم بدي أقول لك في حدا يقف خلف هيدا الرجل يلي هو أقوى من كل إنسان على هيدا الأرض، وأعظم من كل الملائكة يلي ساكن بقلبك، وهيدا هو الرب يسوع المسيح، وهيدا هو يسوع المسيح. يسوع يلي ساكن بقلبك هو اللي بيعطيك القوة والنصرة والغلبة. يسوع يلي ساكن فيك وبكيانك بيعطيك انتصار على الضعف اللي فيك، على هالجسد. وبتقول مع الرسول بولس تكفيك نعمتي لأن قوتي رب يقول في الضعف تكمل. قوة يسوع فينا بتكمل ضعفاتنا. ما تقول بقى أنك ضعيف، اليوم وصاعدا أنت جريء لأنه يسوع ساكن فيك، لأنه يسوع ساكن فيك، لأنه يسوع ساكن فيك وساكن فيك وساكن فيك. أنت إنسان جريء وقوي وشجاع، وخلي يسوع بقلبك. وهلأ رح أغطيها هاي لحتى أقدر كمل عظتي، بس بتعرفوا مين في جوا، مش هيك؟ ويسوع موجود فينا كلنا. فنعم أستطيع أن أعيش جريء لأنه يسوع ساكن فيي، وفيني أعيش جريء لأنه أنا مش لوحدي. نعم يسوع فيي وأنا جزء من جسد المسيح، لأنه كل واحد بده يعيش جريء من شجع بعض على الجرأة وعلى الشجاعة. فأنت بتشجعيني وأنت بتشجعيني وأنت بتشجعني وأنت بتشجعني وأنا بشجعك. فالقائد بيتشجع من الجماعة، والجماعة بتتشجع بالقائد اللي معها. والجرأة هنا والجرأة هنا بتحقق الرؤية تبعنا والرسالة تبعنا.
في قائد كان قوي جدا قريب جدا من الحاكم ستالين ايام حكم ستالين، وكان هيدا الشخص جريء وقوي وقريب منه لستالين، وكان ينتقده من وقت للتاني لانه كان ستالين يقوم بامور غير اخلاقيه وظالمه، وكان هو كمان شرير، لكن كان عنده ايام مواقف فيها ينتقده لهيدا الظالم. ومن وقت للتاني، لكن بعد وقت مات ستالين. لما مات ستالين كان هيدا القائد السياسي اللي كان مقرب جدا منه لستالين كان عم بيعمل خطاب كبير في وسط جمهور غفير، وهو عم يحكي وعم ينتقد علنا اعمال هالزعيم الكبير ستالين. حدا من الجماعه ما بيعرف مين بيصرخ وبقول هذه الكلمات، بقول انت كنت احد زملائه، ليش ما كان عندك الجرأة انك تمنعه؟ وصرخ هذا الصوت. فطلع ستالين هيدا القائد السياسي الكبير، طلع بين هالناس ما عرف مين يلي صرخ وقال هالكلام، فبيهدر مثل الأسد وبيقول من قال هذه الكلمات، من صرخ هذه الكلمات؟ وصار في صمت في كل مكان، الكل هابوا وخافوا لهالقائد السياسي. فبيلتفت بالجمهور وبيقول الآن تعرفون لماذا، الآن تعرفون لماذا. فهمتوها؟ هلأ عرفتوا ليش ما قدرت واجهه لستالين، لأنكم كلكم جبنا. لما سألت مين منكم قال، ما كان حدا عنده الجرأة يرفع إيده. فجرأة القائد من جرأة الجماعة، وجرأة الجماعة من جرأة القائد. فكلنا يلي فينا يسوع المسيح بدنا نعيش بشجاعة وبدنا نعيش بجرأة للرب. وكمان نحن نقدر نعيش حياة فيها الجرأة لأنه يسوع انتصر، لأنه يسوع انتصر، وهو غلب وانتصر على الصليب. في قصة يمكن بتعرفوها عن هيدا الشاب يلي كان عم يشايف بحاله ومبسوط قد الدنيا، قطع بسكين بجيبته، قطع ذيل الأسد. أسد مفترس بيفترس الناس، راح هو بسكين من جيبته وقطع له ذيله، وأخذ هيدا الذيل وراح يخبر أصحابه، ليكو شو عملت، ليكو شو عملت، قطعت ذيل الأسد. وهالناس يقول اف شو بطل، مين بيقدر يعمل هيك شيء، مين بيقدر يعمل هيك شيء. ومره عم بيخبر هالقصه ومفتخر بحاله، بيساله حدا من اصدقائه بيقول له دخلك ليش ما قطعت له راسه، قطعت له دنبه؟ قال له لانه كان حدا سبق وقطع له راسه قبل مني. فهمتوها؟ فيسوع يلي قطع راسه فسهل نقطع له دنبه، امين. فلانه الرب معنا فمن علينا، من علينا. عيش جريء، عيش جريء، عيش شجاع. وشو هي الأمور العملية اللي لازم نعملها؟ كل كنيسة بتفكر بطريقة عملية شو لازم نعمل، لكن قبل ما صلي بدي أذكركم أنك بتعيش جريء في كل مكان أينما وجدت. بس تحديداً هالأمور الصغيرة اللي نحن رح نعملها ككنيسة معاً، واحدة منهم درب اتباع المسيح. درب اتباع المسيح هو درب التلمذة اللي منعتمده مع بعض لحتى نعيش هيدي الجرأة الحقيقية بحياتنا. بعدين بدنا نعمل مثل ألفا كورس والمسيرة وبرامج تانية لحتى نقدر نشهد ونخبر ونعلم الناس من هو يسوع المسيح. بدنا نركز على مراكز للأحداث للشبيبة لحتى الشبيبة بشكل خاص بسبب ابتعادهم عن الرب نقدر نجذبهم بطريقة جذابة. بدنا نعمل مقهى يجذب الناس البعيدين يلي ما بيحبوا الكنيسة يلي ما بيحبوا ربنا، نعزمهم على هالمكان نتعرف عليهم ونعمل شركة معهم. بدنا نعمل نشاطات في المجتمع، أمور عديدة في المجتمع حتى نوصل رسالة يسوع المسيح إلى العالم من حولنا. أخوتي بالختام قبل ما صلي، في داخل كل واحد منا يسوع المقام، فعيش جريء، عيش جريء. لما تسلم على خيك بعد نهاية الاجتماع قل له عيش جريء، عيشة جريئة.